بسم الله، دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي اخلي التكست يظهر باكتر من سايز. يعني لما اعمل التكست دوت واقول 1 لـ50 هو يتغير اوتوماتيك، تمام؟ فدي حاجه اسمها انوتيتيف. فالموضوع ده يتم ازاي؟ اول حاجه هخش هنا في التكست انوتيشن، هقول له انا عايز اغير في الانوتيشن دوت، وهاجي اعلم هنا على انوتيتيف، تمام؟ التكست سايز مثلا اهو خليه مثلا 2، تمام؟ ابلاي كلوز، تمام. طيب هاجي بقى اعلم على التكست اهوت واقول له سيلكت سيميلر، تمام. وهاجي هنا في الانوتيتيف هقول له خليها يس، تمام. والسكيل 1:1 مفيش مشكله، ده كده خد السايز دوت. ممكن ندخل هنا ونضيف اكتر من سايز زي ما احنا عايزين. ممكن اقول له اضيف لي سايز مثلا دوت، وبعد كده تخيل بقى ان انا اجي هنا اقول له مثلا عايز اغير السايز للسايز دوت، هتلاقي التكست كله ضرب بالشكل دوت. طبعا كانك اهو خلينا مثلا نمسك حاجه زي كده معقوله شويه. فهو الفكره كلها ان انا التكست نفسه اقدر اتحكم فيه بحيث ان هو يكبر او يصغر حسب السكيل بتاع اللوحه. طبعا لو تبع لـ1 لـ50 بيبقى ليه ارتفاع معين، لو 1 لـ100 بيبقى ليه ارتفاع معين. فالموضوع ده بيسهل كتير جدا اثناء ما احنا شغالين ان انت تقدر تتحكم فيه التكست. طبعا لو لوحه هيبقى فيها تكست كتير زي كده ممكن نتحكم فيه ونقدر نزيله او نخفيه زي ما احنا عايزين.